معجم الغيبة والظهور. الوتر بالفتح في لغة أهل الحجاز، ويعني الفرد أو ما لم يتشفع من العدد، وهو ضد الزوج، ومنها قوله تعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر. فوتر من السنين، أي السنة الفردية من السنين. ورد في روايات الظهور عن أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال لا يخرج القائم إلا في وتر من السنين، سنة إحدى أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع. فترقب الظهور المقدس إذن يكون في السنين الفردية، والتي يوافق عاشوراؤها يوم جمعة أو سبت، لروايات مروية عن الأئمة المعصومين عليهم السلام. هذا إن لم يطرأ بداء من الله على هذه السنين والأيام. ففي رواية مروية عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال يصلح أمره في ليلة كما أصلح أمر نبيه موسى عليه السلام، ويخرجه من الحيرة والغيبة إلى نور الفرج والظهور. أما الوتر بالكسر فيعني الثأرة والقطعة أو الجناية التي يجنيها الرجل على غيره من قتل أو نهب أو سبي. والموتور هو الذي قتل له قتيل فلم يدرك بدمه، ومنها الزيارة المعروفة في حق الإمام الحسين، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره، والوتر الموتور. وقد ورد في روايات الغيبة والظهور في تفسير قوله تعالى بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال في تفسيرها قوم يبعثهم الله قبل خروج القائم، فلا يدعون وترا لآل محمد صلى الله عليه وآله إلا قتلوه. وفي رواية أخرى أنه سئل عليه السلام من هم هؤلاء، فقال الإمام الصادق عليه السلام ثلاث مرات هم والله أهل قم، هم والله أهل قم، هم والله أهل قم.